عسل مناحل الشفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة من مناحل الشفاء بنقدم لكم العرض الأول، 2 كرتونة تمر الوادي، الكرتونة 5 كيلو، بالإضافة إلى 2 كيلو عسل نوارة البرسيم. معانا العرض الثاني من مناحل الشفاء، 2 علبة رطب قصيم السعودي، العلبة 3.5 كيلو، بالإضافة إلى 2 بطرمان مكسرات مكون من عين الجمل واللوز والبندق والكاجو. ومعانا العرض الثالث من مناحل الشفاء، بنقدم لكم 1 علبة تمر الوادي تمور الشفاء 5 كيلو، بالإضافة إلى علبة تمر قصيم رطب السكري عبارة عن 3.5 كيلو رطب القصيم الرطب الفاخرة، بالإضافة إلى 1 كيلو عسل نورة البرسيم، بالإضافة إلى 1 برطمان عسل بالمكسرات المكون من عين الجمل واللوز والبندق والكاجو. مستنينكم تشرفونا وتنورونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عسل مناحل الشفاء هو عندي وما فيش بديل، والله والله جميل جمال، عين عيني ده ملوش مثال. عسل مناحل الشفاء نمبر ون، صدق اللي قال لا 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 لا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. ما زلنا في موضوع الصلاة، وذكرنا الفضائل والبركات المترتبة على الصلاة، ثم انتقلنا إلى العقوبات الدنيوية والأخروية والبرزخية المترتبة على ترك الصلاة وعلى التهاون فيها وعلى جمعها. واليوم إكمالا لهذا المبحث نتكلم عن صلاة الجماعة. إذا أردت أن يقبل الله عز وجل منك الصلاة على أتم حال، فينبغي أن تصلي الصلاة في المسجد، صلاة الجماعة. ما منزلتها؟ ما حكمها؟ ما الفضائل التي رتبها نبينا صلى الله عليه وسلم على المحافظة على صلاة الجماعة؟ وقبل أن نتكلم ما مضى من العقوبات المترتبة على ترك الصلاة، قلت وأكرر مرة ثانية وعاشرة أن تارك الصلاة يحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه وتقدم معنا الحديث. تارك الصلاة معرض لسوء الخاتمة ولا بد. وإذا كان تارك الصلاة لا يختم له بسوء الخاتمة، من يختم له بسوء الخاتمة؟ وقد فعل من الكبائر، بل كما ذكرنا بعض العلماء أن بعض العلماء قال شرك بالله وكفر بالله ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. تارك الصلاة يعذب في قبره، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جبريل، رآه في رحلة الإسراء والمعراج، ورآه في رؤيا منامية أن الملك يضرب رأس تارك الصلاة حتى يتدهده، يتكسر الرأس، ثم يعيده الله عز وجل مرة أخرى فيضربه بصخرة، وهكذا يفعل به إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى، وفي بعض الروايات يفعل به إلى يوم القيامة. تارك الصلاة يعذب في قبره، تارك الصلاة يحشر يوم القيامة في سقر. المستقر عنده سقر. يعني سقر؟ قال الله عز وجل وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر. جهنم، قال الله تعالى يخبرنا عن أصحاب اليمين، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. أيها المجرمون، ما الذي أتى بكم إلى هذا المكان؟ ما سبب دخول جهنم؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا، رقم واحد، قالوا لم نكن من المصلين. يا تارك الصلاة مأواك سقر،
ستدخل سقر، أدرك نفسك قبل فوات الأوان وقبل أن تندم في يوم وفي وقت لا ينفع فيه الندم. تارك الصلاة أو ترك الصلاة والتهاون في الصلاة، تأخير الصلاة، إهمال الصلاة، عدم تعظيم الصلاة من أكبر المصائب. فريضة واحدة، صلاة واحدة، تركها كأنما وتر أهله وماله، كأنك فقدت أهلك وفقدت مالك، بل ما هو أكثر من ذلك. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، رواه الطبراني في الأوسط ورواه الحاكم ورواته ثقات، والحديث صحيح كما تقدم معنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الصلاة سكرا مرة واحدة، سكران وترك الصلاة إلى أن خرج الوقت، مرة واحدة، مرة واحدة، طبعا سكرا أو غير سكر، المهم تركها مرة واحدة، خصوصا إذا كان سكر فجمع بين المصيبتين، فكأن من ترك الصلاة سكرا مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها، ملك الدنيا من أولها إلى آخرها وما عليها فأخذت منه لمصيبة ترك فرض واحد. ومن ترك الصلاة أربع مرات، ومن ترك الصلاة أربع مرات كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار. عصارة أهل النار ترك الصلاة. أدرك نفسك وتب إلى الله عز وجل قبل فوات الأوان وقبل أن تندم في وقت لا ينفع فيه الندم. أما صلاة الجماعة، صلاة الجماعة، الصلاة في المسجد مع الجماعة، ما حكمها؟ أقوال الفقهاء أنها سنة مؤكدة، ده القول الأول وهو قول الأكثرين. فرض كفاية هو قول الشافعية ومن وافقهم، وقول آخر فرض عين هو قول الحنابلة ومن وافقهم من المحدثين والفقهاء. ثلاثة أقوال: سنة مؤكدة، ما في إمام أو في عالم قال ترك الصلاة عادي، يعني عادي تصلي في بيتك وعادي تصلي في المسجد، لا، سنة مؤكدة، صلاة الجماعة سنة مؤكدة، فرض كفاية، فرض عين، ثلاثة أقوال. ظاهر الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تؤيد من قال أو ترجح من قال أنها فرض عين إلا من عذر، يعني سمعت الأذان ينبغي أن تذهب إلى المسجد إلا إذا كنت معذورا. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك هذه الأحاديث ذكرها الإمام النووي في المجموع، وذكرها الإمام ابن قدامة في المغني، وذكرها الإمام المنذري في الترغيب والترهيب. الحديث في الصحيحين: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولو حبوا، ولو زحفا، ولقد هممت، كلام النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم، ولقد هممت أن آمر بالصلاة رجل يؤذن فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوت الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة، هم. من قال كالإمام أحمد وغيره من الفقهاء والمحدثين قالوا هذا دليل على أن صلاة الجماعة فرض عين إلا من عذر. الحديث الثاني عن صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال، والحديث لا يقال من قبل الرأي فله حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله عز وجل شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن، الصلاة في المسجد مع الجماعة، وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو أنكم تركتم سنة نبيكم لضللتم. قالوا ترك صلاة الجماعة يجر إلى الضلال. ولقد كان الرجل يؤتى به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يهادى بين الرجلين، المريض يهادى بين الرجلين، يتكئ على الرجلين حتى يقام في الصف. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إلا منافق
قد علم نفاقه أو مريض. منافق علم نفاقه أو مريض، ده كلام سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. الحديث الثالث في صحيح مسلم وسنن النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. أنا رجل كفيف وليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأل الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له أن يصلي في بيته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، رخص له، هكذا في الحديث. فلما ولى دعاه: يا فلان، أتسمع النداء؟ تسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح؟ قال: نعم. قال: فأجب. لا عذر لك، أجب، اتصرف، فأجب. أتسمع النداء؟ قال: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وفي المسند وعند الطبراني في الأوسط وصحيح ابن حبان، والحديث صدره المنذري عن إشارة إلى قبوله، عن جابر رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم فقال: يا رسول الله، إن منزلي شاسع، بيتي بعيد عن المسجد، وأنا مكفوف البصر، وأنا أسمع الأذان، أسمع الأذان. قال: فإن سمعت الأذان فأجب ولو حبوا، وفي رواية ولو زحفا. فإن سمعت الأذان فأجب ولو حبوا ولو زحفا. قال الإمام المنذري في الترغيب والترهيب بعد أن ذكر حديث ابن أم مكتوم، قال: وفي هذا دليل، الإمام المنذري يقول هذا، وفي هذا دليل على أن حضور الجماعة واجب، ولو كان ندبا لكان أولى من يسعه هذا التخلف أهل الضرورة، الرجل الأعمى الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان في مثل حال ابن أم مكتوم. وقال الأوزاعي، الإمام الأوزاعي: لا طاعة للوالد في ترك الجماعة. ونقل الإمام المنذري عن الإمام الشافعي أنه قال: لا أرخص لمن قدر على صلاة الجماعة في ترك إتيانها إلا من عذر. ده كلام الإمام الشافعي. ومن قال ليس بفرض، قال: هذه الأحاديث فيها تأكيد وليس فيها فرض. الشاهد أن ظاهر الأحاديث تقول أن صلاة الجماعة فرض عين إلا من عذر. يبقى عندنا أقوال من ثلاثة: فرض عين، فرض كفاية، سنة مؤكدة. ما أحد قال جائز أو مباح تصلي في بيتك، ما أحد، لا يوجد من أهل العلم من قال بهذا. طيب، بصرف النظر عن أنها فرض عين، يعني تدري فرض عين لما، ما معنى هذا؟ أنك إذا سمعت الأذان وصليت في بيتك ولا عذر لك، لست بنائم ولا ساهي ولا ناسي ولا مريض، لا تستطيع أن تذهب المسجد، حرام عليك أن تصلي في بيتك، حرام عليك أن تصلي في بيتك. طيب، ما هي البركات والرحمات المترتبة على صلاة الجماعة في المسجد؟ بصرف النظر بقى أنها فرض عين أو فرض كفاية أو سنة مؤكدة، ما الذي يترتب على صلاتك في المسجد؟ ما الأمور التي ستحرم منها إن صليت في بيتك؟ تحرم من أي شيء؟ وما الذي تفوز به في الدنيا ويوم العرض على الله عز وجل؟ اسمعوا إلى هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول: صلاة الجماعة تزيد على صلاتك في بيتك 27 درجة. يعني إيه؟ يعني إذا صليت في بيتك درجة واحدة، إذا صليت مع الجماعة في المسجد 27 درجة. ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ستأخذ 1 على 27، 1 على 27. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد 27 درجة. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. ده الأمر الأول. الأمر الثاني: لا تخطو خطوة إلى المسجد وأنت ذاهب إلى المسجد إلا رفعك الله درجة وحط عنك خطيئة وكتب لك حسنة بالخطوة الواحدة. ده حديث ورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، والبرية الأخرى 27 درجة. وذلك أنه إذا توضأ، هذا مهم جدا، تتوضأ في بيتك، في بيتك دائما أبدا، إذا توضأ فأحسن الوضوء، أسباب الوضوء، ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، يعني خرج خصيصا لصلاة الجماعة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. دي رواية الصحيحين. في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود: وكتب الله له بها حسنة.
بالخطوة الواحدة، بالخطوة الواحدة. وأنت تخطو إلى المسجد تمشي الخطوة الواحدة درجة حسنة تمحو عنك خطيئة إلى أن تصل إلى المسجد. في بعض الروايات في المسند وغيره وأنت راجع من بيت من المسجد إلى بيتك أيضا. وأنت ذاهب إلى المسجد وتمشي، الملائكة تصلي عليك ما دمت في مسجدك الذي صليت فيه إلى أن تخرج من المسجد. اللهم اغفر له، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. والحديث ورد في الصحيح، فإذا صلى أحدكم لم تزل الصلاة، لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، ما لم يحدث يعني ينتقض الوضوء أو تحدث تفعل وزرا إثما ذنبا وأنت في المسجد. تقول اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. الأمر الرابع، وأنت ذاهب إلى المسجد تمشي، الملائكة المقربون في الملأ الأعلى يتسابقون ويتنافسون في كتابة الدرجات وفي كتابة الحسنات وفي محو السيئات ورفعها إلى رب الأرض والسماوات. ثبت الحديث عند الترمذي وحسنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة آت من ربي، وفي رواية: رأيت ربي في أحسن صورة. رؤيا منامية، ورؤيا الأنبياء وحي وحق. رأيت ربي في أحسن صورة، فقال: يا محمد قلت لبيك ربي وسعديك، قال: أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا. في بعض الروايات فكررها ثلاثا: يا محمد لبيك ربي وسعديك، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا يا ربي. يقول صلى الله عليه وسلم: فوضع يده بين كتفي، وضع الله عز وجل يده بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا بكيفية لا يعلمها إلا الله، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها في نحري، أو قال بين ثديي صلى الله عليه وسلم. يقول: فعلمت ما في السماوات وما في الأرض. وفي رواية: فعلمت ما بين المشرق والمغرب. يعني بمجرد هذا الأمر علم النبي صلى الله عليه وسلم ما في السماوات وما في الأرض، وعلم ما بين المشرق والمغرب. ثم قال الله عز وجل: يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: نعم. لما؟ لأنه علم ما في السماوات وما في الأرض، وعلم ما بين المشرق والمغرب. يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: نعم، في الدرجات والكفارات ونقل الأقدام إلى الجماعات، في الدرجات والكفارات ونقل الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء في السبرات، يعني في شدة البرد، إحسان الوضوء في شدة البرد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. هذه الأمور الخمسة: الدرجات والكفارات ونقل الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء في السبرات وانتظار الصلاة بعد الصلاة. هذه الأمور الخمسة. قال: ومن حافظ عليهن عاش بخير. إذا حفظت على صلاة الجماعة من ضمن الأمور الخمسة، عاش بخير ومات بخير وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يأتيك ملك الموت وما عليك سيئة واحدة. ومن حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ثم قال: يا محمد قلت لبيك ربي وسعديك، فقال: إذا صليت فقل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. قال: والدرجات، هنا الدرجات والكفارات ونقل الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء في السبرات وانتظار الصلاة بعد الصلاة. إما هي الدرجات؟ قال: والدرجات إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. الدرجات إفشاء السلام، إلقاء السلام على من عرفت من لم تعرف، وإطعام الطعام للفقراء والمساكين والمحتاجين، والصلاة بالليل والناس نيام. الشاهد أن الملائكة المقربون وأنت تخطو إلى المسجد وأنت تمشي إلى المسجد تتسابق الملائكة المقربون في الملأ الأعلى في كتابة هذا ورفعه إلى رب الأرض والسماء. هذا الأمر الرابع. الأمر الخامس، إذا قلت الأذكار، أذكار التوجه إلى المسجد في كل فرض من الفرائض، إذا قلت ذكرا معينا من الأذكار أقبل الله عز وجل عليك بوجهه بكيفية لا يعلمه إلا هو، وصلى عليك 70,000 ملك. هذا في كل فرض،
في كل فرض يقبل الله عز وجل عليك وجه ويصلي عليك 70,000 ملك. ثبت الحديث في المسند وسنن ابن ماجه وابن السني وابن خزيمة في التوحيد وقد اشترط الصحة، والحديث الصحيح الضمياطي وابن خزيمة، وحسنه العراقي والحافظ ابن حجر والسيوطي وشيخ المنذري والمنذري، الحديث جماعة من الأئمة صححوه وجماعة حسنوه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته إلى الصلاة فقال، من خرج من بيته إلى الصلاة فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج بترا ولا أشرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تعيذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إذا قلت هذا الدعاء وأنت متوجه إلى المسجد أقبل الله عليك بوجهه وصلى عليك 70,000 ملك. يعني إذا واظبت على الصلوات كلها في اليوم 350,000 ملك يصلون عليك يستغفرون الله لك يوميا، ويقبل الله عز وجل عليك بوجهه بكيفية لا يعلم إلا هو. الأمر السادس: كلما ذهبت إلى المسجد إلى صلاة الجماعة يعد لك نزلا في الجنة في كل مرة، والنزل يفسر بما يقدم تحفة للضيف ويفسر بمكان في الجنة. ثبت الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. الأمر السابع: بخروجك إلى المسجد إذا خرجت إلى صلاة الجماعة، هذا الخروج لك ضمان من الله عز وجل، لك ضمان من الله تبارك وتعالى بسعة الرزق إن عشت، وبالدخول في رحمة الله وجنة الله إن مت. إذا واظبت على صلاة الجماعة لك ضمان بأمرين: بسعة الرزق إن عشت، وبرحمة الله وجنة الله إن مت. ثبت الحديث في صحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم بسند صحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة كلهم ضامن على الله، إن عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة. ثلاثة كلهم ضامن على الله، إن عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة: من دخل بيته فسلم، أول بمجرد ما تدخل بيتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما في حد موجود في البيت، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. إذا فعلت ذلك أنت في ضمان الله، إن عشت رزقك الله عز وجل وكفاك، وإن مت أدخلك الله الجنة. ومن خرج إلى المسجد توضأ في بيته وخرج إلى صلاة الجماعة فهو ضامن على الله، إن عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة. الثالث: ومن خرج في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله، إن عاش له ضمان عند الله عز وجل، إن عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة. ده الأمر السابع: لك ضمان من الله بسعة العيش ثم الدخول في رحمة الله وجنة الله بعد الموت. الأمر الثامن: الذهاب إلى المسجد في صلاة الفجر والعشاء خصوصا، إذا وظفت على الفجر والعشاء على وجه الخصوص لك نور تام يوم القيامة، نور تام يوم القيامة. الحديث متواتر عند الترمذي وابن ماجه وثبت في غير ذلك من كتب السنة، والحديث متواتر ورد عن 13 صحابيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظ الحديث عند الترمذي وغيره: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وفي رواية: إن الله لا يضيء للذين يتخللون إلى المساجد في الظلم بنور ساطع يوم القيامة. ببشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، أما نور المنافقين ينقطع وينطفئ على الصراط ويوم العرض على الله تبارك وتعالى. الأمر التاسع: إذا كنت أول الداخلين لصلاة الفجر في المسجد، يعني رقم واحد دخلت المسجد أول واحد يدخل المسجد في صلاة الفجر خاصة،
لك بشارة خاصة ولك تحفة خاصة اسمعها كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه ابن أبي عاصم وابن أبي نعيم في معرفة الصحابة، والحديث صحيح كما قال الحافظ ابن حجر، موقوف على الصحابي وله حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفعه في هذه الرواية. عن ميثم رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغني، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، أن الملك يغدو برايته، الملك له معه راية يغدو برايته مع أول من يغدو إلى المسجد، من يدخل صلاة الفجر في المسجد، فلا يزال بها معه حتى يرجع فيدخل بها منزله، يعني يجلسها في منزله. وأهل السماء يعرفون أن هذا الرجل هو الذي دخل المسجد أولا في هذا اليوم. وإن الشيطان يغدو برايته مع أول من يغدو إلى السوق، أول واحد يدخل السوق معه راية ما الشيطان، فلا يزال بها معه حتى يرجع إلى بيته فيدخلها بيته، يعني يغرسها في بيته. ده الشيطان مع من يدخل السوق، والملك مع من يدخل المسجد في صلاة الفجر. الأمر العاشر، من أعظم أسباب الرحمة والمغفرة ورفع الدرجات، رحمة ومغفرة ورفع الدرجات ومحي السيئات، المحافظة على صلاة الجماعة على أكمل وجه. ثبت الحديث في صحيح مسلم وسنن النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم، ألا أخبركم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إما محو خطايا ورفع درجات. قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إسباغ الوضوء إلى على المكاره، يعني عند السمرات كما ذكرنا، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. إسباغ الوضوء، كثرة الخطى، انتظار الصلاة بعد الصلاة، أفضل أولى ما يمحو الله به الخطايا. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ صلاة الجماعة، المشي إلى المسجد. الحادي عشر، وأنت ذاهب إلى المسجد وأنت مواظب على صلاة الجماعة، إذا اتخذت المسجد وطنا وبيتا لك وعلقت قلبك بالمسجد كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن، تبشبش الله إليك، يعني التبشبش بمعنى المؤانسة والملاطفة. اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في المسند وسنن ابن ماجه بسند صحيح كما في مصباح الزجاجة، والحديث رواه ابن أبي شيبة وابن خزيمة والحاكم وصححه وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما توطن رجل المساجد للصلاة والذكر، ما توطن رجل المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله تعالى إليه، إلا تبشبش الله تعالى إليه، كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. رجل قدم من السفر وأنت وإخوانك جلست معه وتؤانسونه وتلاطفونه ويعني تستقبلونه استقبالا طيبا، ولله المثل الأعلى، إلا تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني عشر، وعد من الله عز وجل بإكرام خاص إذا كنت تصلي في المسجد مع الجماعة، كرم خاص اللي هو كرم الضيافة. المسجد هذا بيت الله تبارك وتعالى، وإذا ذهبت إلى المسجد فأنت تزور الله عز وجل في بيته. رواه الطبراني بإسناد جيد، الطبراني في الكبير، والحديث رواه البيهقي بسند حسن وموقوفا كما قال المنذري. الحديث ورد عن سيدنا سلمان، ورد موقوفا ورد مرفوعا، والحديث صحيح. من توضأ في بيته، من توضأ في بيته فأحسن الوضوء، أسبغ الوضوء، ثم أتى المسجد فهو زائر الله، أنت تزور الله في بيته. من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله، وحق على المزور أن يكرم الزائر، لك كرم خاص وتحفة خاصة ما أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية. لما؟ لكي تكون هي عظيمة، إذا أبهم الكرم فالكرم على حسب الكريم، والله عز وجل هو الكريم سبحانه وتعالى، لك كرم خاص لأنك تزور الله في بيته، وحق على المزور أن يكرم الزائر. ثالث عشر، لك ضمان عند الله عز وجل
وأمان وحفظ طول اليوم. إذا صليت الفجر في جماعة، إذا صليت الصبح في جماعة، طول اليوم في أمان، في رعاية الله، في حفظ الله، في يعني أمان الله عز وجل، في كلاءة الله عز وجل ورعايته. ثبت الحديث عند ابن ماجه بسند الصحيح عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، فهو في ذمة الله، في أمان الله، في ضمان الله. يبقى لابد أن تصلي الصبح في جماعة، وإياك وأن يغلبك النوم، وإياك وأن يغلبك النوم. فإذا ما غلبك النوم وضيع عليك الصلاة فأنت من الخاسرين، من الخاسر في الدنيا ويوم الدين، في الدنيا ويوم الدين. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سئل، والحديث في البخاري، عن رجل نام وما صلى قيام الليل، حديث البخاري، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل نام حتى طلع عليه الصبح، ما استيقظ إلا على أذان الفجر، وما صلى قيام الليل قبل النوم، وما صلى قيام الليل بعد العشاء، راح عليه قيام الليل وما استيقظ إلا على أذان الفجر، ما حكم هذا الرجل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه، أو قال: بال الشيطان في أذنيه. مين؟ إذا ضيع عليك صلاة القيام وما استيقظت قبل أذان الفجر، بال الشيطان في أذنك، في أذنيك، فما بالك إذا ضيع عليك الفجر وما استيقظت إلا بعد أذان الفجر، أو ما استيقظت إلا بعد طلوع الشمس. هذه مصيبة، ما بعدها مصيبة. الرابع عشر: صلاة الله تعالى وملائكته على الصف الأول والثاني. وأنت في المسجد احرص كل الحرص أن تكون في الصف الأول، وهذا ما سنه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولو نعلم لا عملنا قرعة. من يصلي في الصف الأول؟ قرعة، قرعة، يعني حاول وكن من الحريصين على الصلاة في الصف الأول. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا: إن الله وملائكته يصلون في الصف الأول. قالوا: يا رسول الله، والثاني؟ قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: يا رسول الله، والثاني؟ مرتان أو ثلاث مرات، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. بعد بثلاث قال: والثاني، والثاني. هذه رواية. في رواية أخرى في المسند بسند صحيح: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأول. إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأول. وورد الحديث المسند بسند لا بأس به: إن الله وملائكته يصفون على الصف الأول. قالوا: يا رسول الله، والثاني؟ أكرر: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، والثاني؟ قال: والثاني، والثاني. واستغفر النبي صلى الله عليه وسلم للصف الأول. هذا ما قاله الصحابي، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الصف الأول ويستغفر للصف الأول. فاحرص كل الحرص على أن تكون في الصف الأول، وإلا فالثاني. ومن باب أولى ستكون حريصا على حضور تكبيرة الإحرام، فحضور أو شهود تكبيرة الإحرام مع الإمام سنة مؤكدة. الخامس عشر: إذا توضأت في بيتك ثم خرجت إلى صلاة مكتوبة، توضأت وأحسنت الوضوء في بيتك ثم خرجت إلى صلاة مكتوبة، أجرك، ثوابك من ضمن الثواب الذي أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ثوابك كثواب الحاج المحرم، كأنك لابس إحرام ورايح تحج. كم ثواب هذا؟ ثواب عظيم جدا، عظيم جدا. اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه أبو داود بسند حسن، والحديث سكت عليه أبو داود فهو صحيح عنده، عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا، من خرج من بيته متطهرا لصلاة مكتوبة أو إلى صلاة مكتوبة، إلى فرض من الفرائض الخمس، فأجره كأجر الحاج المحرم. من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. ومن خرج إلى تسبيح الضحى، عشان يصلي الضحى، توضأ في بيته في وقت الضحى ما بين الصبح والظهر، ثم خرج إلى المسجد خصيصا لصلاة الضحى، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه، ما خرج من بيته إلا لصلاة الضحى، فأجره كأجر المعتمر، أجر عمرة كاملة. يبقى أجر الفريضة بأجر حجة كاملة، وأجر صلاة الضحى إذا خرجت إلى المسجد عمرة كاملة. قال: وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. صلاة بعد صلاة ما في أي ذنب أو معصية بين الصلاتين،
قال كتاب في عليين. 16 يغفر الله لك بصلاة واحدة تصليها مع الجماعة. نعم، إذا كان أجرك كأجر الحج المحرم، من حج فلم يرفث ولم يفسخ رجع من ذنوبه كيوم ولادته أمه. وهكذا هنا أيضا نص النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه ابن خزيمة في الصحيح عن عثمان رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ فأسبغ الوضوء، من توضأ فأسبغ الوضوء، ثم مشى إلى صلاة مكتوبة، ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاها مع الإمام غفر له ذنبه، غفر الله له ذنبه. من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلها مع الإمام غفر له ذنبه. يبقى الصلاة واحدة يغفر الله لك الذنوب والأوزار بصلاة واحدة. 17 إن الله تعالى يعجب من الذين يصلون الصلاة في جماعة، تركوا أشغالهم وتركوا دنياهم وتركوا كل شيء وفرغوا أنفسهم لله عز وجل لأداء هذه الشعيرة التي من عظمها فهو يعظم الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ثبت الحديث في المسند بسند حسن، والطبراني عن ابن عمر أيضا بسند حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى لا يعجب من الصلاة في الجمع، إن الله تبارك وتعالى لا يعجب من الصلاة في صلاة الجماعة، يعجب الله عز وجل. وإذا عجب الله عز وجل منك أو منكم وأنتم تصلون صلاة الجماعة فلكم أجر عند الله، فلكم منزلة خاصة عند الله تبارك وتعالى. كما أن من ضحك الله إليه وهو يعمل الطاعة وهو يصلي بالليل وترك النوم وترك يضحك الله إليه، ومن ضحك الله إليه فلا حساب عليه، كما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. 18 صلاة الجماعة من علامات الإيمان، وترك الجماعة من علامات النفاق، ده شيء بديهي في دين الله عز وجل. صلاة الجماعة من علامات الإيمان، ومن صفات الإيمان في قلب العبد الذي قال هذا من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثبت الحديث عند الترمذي وحسنه، والحديث رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله تعالى، هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. صلاة الجماعة كما هي من علامات الإيمان، من صفات الذين يخافون الله عز وجل ويخافون الوقوف بين يديه. قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. النتيجة إيه؟ ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. الذين يواظبون على عمارة بيت الله تبارك وتعالى، تعمير المساجد، الله يرزقهم بغير حساب. لذا ختم الله عز وجل الآية والله يرزق من يشاء بغير حساب. 20 صلاة الجماعة من علامات تقوى الله تبارك وتعالى، كما أنها من علامات الإيمان ومن صفات الذين يخافون من الرحمن ومن الوقوف بين يديه يوم العرض عليه، من علامات التقوى. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ روى الطبراني في الكبير والأوسط والبزار، وقال البزار إسناده حسن ووافقه المنذري في الترغيب والترهيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسجد بيت كل تقي، هكذا المسجد بيت كل تقي. من يواظب على صلاة الجماعة في المسجد؟ الأتقياء. من يحافظ محافظة تام؟ الأتقياء. المسجد بيت كل تقي. إذن صلاة الجماعة من علامات التقوى. صلاة الجماعة تورث البراءة من النار والبراءة من النفاق، لبلا نار ولا نفاق. هكذا إذا كنت من المواظبين مواظبة تامة على صلاة الجماعة. ثبت الحديث عند الترمذي والحديث حسن
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله 40 يوما في جماعة. من صلى لله ابتغاء مرضات الله 40 يوما في جماعة، عدد الأيام، بشرط يدرك التكبيرة الأولى. كلمة بشرط دي من عندي، ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. هذا في أي مسجد في من مساجد الدنيا، هكذا ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت الحديث وذكره الإمام المنذري في الترغيب والترهيب أن من صلى 40 يوما في 40 صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا تفوته صلاة، يدرك التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام، كتب الله له براءة من النار وبراءة من النفاق وبرئ من العذاب. وبرئ، هذه خصوصية لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ذهبت إلى المدينة فاحرص أن تمكث يعني 8 أيام أو يزيد لتصلي 40 صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما عدا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي أن تواظب، أن تحافظ، أن تداوم أقل شيء على 40 يوما في جماعة تدرك التكبيرة الأولى لتفوز بالبراءة من النار وللبراءة من النفاق كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. 22، يكتب لك حسنات لم تفعل. إذا واظبت على صلاة الجماعة كتب الله لك حسنات ودرجات وبركات ونفحات لم تفعلها بسبب بركة صلاة الجماعة، بركة المواظبة. ثبت الحديث في صحيح مسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. يعني صليت العشاء بجماعة الملك يكتبك قمت نصف الليل في الأجر والثواب والمنزل عند الله عز وجل. ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، فكأنما قام الليل كله. يعني إذا صليت العشاء في جماعة والفجر في جماعة في الثواب أنت صليت الليل كله، قمت الليل كله. هذا طبعا هذا لا يغني أنك ستقوم الليل، تقوم الليل أيضا لك أجر منفرد، ولكن في الثواب والأجر والمنزلة أنت قمت الليل كله عند الله تبارك وتعالى، والملائكة يكتبون ذلك بنص حديث، والملائكة يكتبون ذلك بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت أيضا مطالب بقيام الليل، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء في جماعة ويصلي الفجر في جماعة ويقوم الليل. ولما سئل صلى الله عليه وسلم قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا من شكرك لله تبارك وتعالى. والحديث أيضا رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح: من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة. هذا تفسير للحديث السابق، كان كقيام نصف ليلة. ومن صلى العشاء في جماعة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة، كان كقيام ليلة، يعني في الأجر والمنزلة والثواب عند الله. 23، الصلاة في جماعة أحب العمل إلى الله عز وجل على الإطلاق. فأحب الأعمال الصلاة، وأحب الصلاة الصلاة على وقتها في أول وقتها. وأنت إذا واظبت على صلاة الجماعة فصلاة الجماعة تصلى في أول الوقت. ثبت الحديث في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله عز وجل، حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. 24، أحب البلاد إلى الله المساجد، وتعميرها له منزلة عظيمة عند الله عز وجل. أفضل الأماكن في الدنيا المساجد، عندما تعمر المساجد أنت تعمر أفضل البقاع على وجه الأرض. اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله تعالى أسواقها. يبقى الأسواق أبغض البلاد لما فيها من المعاصي والذنوب والكبائر والغش وكل بلاء، وأحب البلاد أحب الأرض إلى الله عز وجل
المساجد، هذا ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم. 25، الملائكة تعود رواد المساجد إذا مرضوا أو اعتراهم شيء. أنت تواظب على الجماعة، اعتراك شيء، مرضت، الملائكة تذهب إلى بيتك لتعودك، الملائكة تذهب إلى المستشفى لتزورك. عندك أمور معينة دنيوية وتريد أن يقضيها الله لك، الملائكة تدعو الله عز وجل أن ييسر لك هذه الأمور. إذا كنت من رواد المساجد، إذا كنت من المحافظين على صلاة الجماعة. ثبت الحديث في المسند والحاكم على شرط الشيخين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمساجد أوتادا، الملائكة جلساؤهم، إن غابوا يفتقدوهم، وإن مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. 26، إذا صليت الفجر في جماعة وجلست في مصلاك تذكر الله إلى طلوع الشمس، كتب الله لك أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. ثبت الحديث عند الترمذي وحسنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. وكانت هذه الجلسة أيضا، هذا العمل، وهو مشروط بصلاة الفجر في جماعة ثم المكث في المسجد إلى طلوع الشمس وصلاة ركعتين، وهذا عمل أيضا أفضل من عتق أربعة من ولد إسماعيل دية الواحد 12,000 كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا العمل أيضا يترتب عليه مغفرة الذنوب ولو كانت أكثر من زبد البحر، وهذا العمل يترتب عليه وجبت لك الجنة، وهذا العمل جهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. 27، إذا ذهبت إلى صلاة الجمعة خاصة وبكرت فلك تحفة خاصة، لك أجر لا يخطر لك على بال. ثبت الحديث في السنن الأربعة والحديث الصحيح: من غسل يوم الجمعة واغتسل، صلاة الجمعة من ضمن صلاة الجماعة، من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو، غسل واغتسل بكر وابتكر مشى ولم يركب دنا من الإمام فاستمع ولم يلغو، كان له بكل خطوة بكل خطوة أجر سنة، صام نهارها وقام ليلها. هذا خاص بصلاة الجمعة الخطوة الواحدة بسنة، أما خطوة صلاة الجماعة برفع درجة محو خطيئة كتابت حسنة. 28، صلاة الجمعة سبيل أو صلاة الجماعة سبيل حسن الختام، سيختم لك بحسن الختام إذا واظبت على صلاة الجماعة. الحديث حديث عبد الله بن مسعود في صحيح مسلم قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. حيث من سره أن يلقى الله غدا مسلما، يعني يختم له بحسن الخاتمة. الأمر 29، تكتب صلاة الفجر إذا صليت توضأت في بيتك وأسبغت الوضوء، ذهبت إلى المسجد صليت ركعتين ثم جلست تنتظر صلاة الصبح، هذه الصلاة تكتب مع صلاة الأبرار، وأنت ومن معك تكتبون في وفد الرحمن. اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، روى الحديث الطبراني عن أبي أمامة والحديث حسن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ ثم أتى المسجد، من توضأ ثم أتى المسجد فصلى ركعتين قبل الفجر ثم جلس حتى يصلي الفجر، ثم جلس حتى يصلي الفجر، كتبت صلاته يومئذ في صلاة الأبرار، وكتب في وفد الرحمن، وكتب في وفد الرحمن. محافظتك على الجماعة في حال صحتك يكتب لك الأجر إذا اعتراك ما اعتراك من المرة 30. يقول صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح في البخاري: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، صحيحا مقيما. يبقى أنت في المستشفى وأجرك يعني مكتوب، أنت في بيتك ولم تذهب إلى المسجد لمرض أو لعلة حالت بينك وبين الذهاب المسجد، أجرك الملك يكتب لك الأجر كاملا بإذن الله تبارك وتعالى. صلاة الجماعة كما أنها هذه الفضائل كلها أيضا تأتي يوم القيامة وتمر على الصراط بسهولة ويسر بسبب صلاة الجماعة. ثبت الحديث عند الطبراني بسند صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة، روح ورحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة. أبشر يا من تواظب على صلاة الجماعة، صلاة الجماعة، وهذا هو الأمر الأخير،
تظل بعرش الله يوم لا ظل إلا ظله، سبعة، حديث الصحيح، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومن السبعة ورجل قلبه معلق بالمسجد. هذه الأمور يحرم منها من تخلف، من تخلف بصرف النظر أنها سنة مؤكدة أو فرض عين، كل هذه الأمور تحرم منها في صلاة واحدة، في صلاة واحدة. طيب المرأة، المرأة صلاة الجماعة ليست لا شرط ولا واجب ولا سنة في حقها، صلاة الجماعة في المسجد المطالب منها إذا أذن المؤذن تتوضأ، تحسن الوضوء، تصلي السنة، ثم تصلي الفرض في أول وقت. المرأة مطالبة بهذا، ورحمة الله واسعة وفضل الله واسع، تأخذ هذه الأجور بإذن الله تبارك وتعالى إذا عظمت أمر الله عز وجل، إذا عظمت شعيرة الله تبارك وتعالى، إذا أدت الصلاة كما ينبغي. والمرأة دليل على هذا، المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت أحب الصلاة معك، قال أدري، أعلم أنك تحبين الصلاة معه، والحديث صحيح، ولكن صلاتك في بيتك خير من صلاتك معي في مسجدي. يعني صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إذا واظبت المرأة على الصلاة في أول وقتها مع تعظيمها للصلاة والقيام بأداب الصلاة والخشوع وأتمت الصلاة، أجرها عظيم عظيم عظيم، لها تفوز بهذا الأجر بإذن الله تبارك وتعالى. وكما قلت رحمة الله وسعة، ولا فرق في هذه في الصلاة بين الرجال والنساء. إذا كان الأمر كذلك وهو كذلك، فينبغي أن نحافظ على صلاة الجماعة أتم حفظ، وإياك أن تتخلف عن صلاة واحدة إلا بعذر قهري، إلا بعذر شديد، ستفوز بهذه البركات، تفوز بهذه الرحمات، تفوز بهذه النفحات، وأنت ستكون في حالة إلى في يعني في غاية في أمر إلى حسنة واحدة، في حاجة إلى حسنة واحدة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. المحافظة على صلاة الجماعة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا بعده معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم عليك باليهود ومن عونهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم احصهم عددا، اللهم لا تغادر منهم أحدا، اللهم زلزل الأرض من تحتهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم سلط عليهم سيف انتقامك، اللهم صب عليهم العذاب صبا، اللهم اجعلهم غنيمة للمسلمين، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.